عبر الهاتف الأستاذ الحامنية رشيد مدير المصالح الفلاحية لولاية وهران. أهلا بك سيدي الكريم. يبدو أن الخط انقطع. على كل سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الحامنية رشيد مدير مصالح الفلاحية لولاية وهران، كما سيكون معنا أيضا عبر السكايب الأستاذ منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين من الولاية الوادي. السكايب معه جاهز. أهلا بك منيب أوبيري. صباح الخير، أهلا بكم يعني في قناة النهار، شكرا على الدعوة. بارك الله فيك. صباحك سعيد. أبدأ معك أستاذ مصطفى أكارجا مدير شركة أطلس التركية والمستثمر الفلاحي. الأعلاف المستخرجة من الشمندر السكري تجربة واعدة بالجزائر على حسب التقرير الذي تابعناه وشهادة أيضا الفلاحين الذين يعتمدون على هذه المادة بصورة كبيرة. في البداية لو نريد أن نفصل منك سيدي كريم، بما أنك المستثمر في هذا المجال هنا في الجزائر، هل يمكن نقول بأنها تجربة واعدة؟ هي تجربة أولى اللي حققناها في الجزائر، نصنع الأعلاف من شمندر سكري. هناك تجارب أخرى من مايس، من ليوزارن، من ليزافوان ومواد أخرى، ولكن من شمندر سكري أول مرة احنا قمنا بعمله. من هذا الهدف، من هذا العملية، هدفنا بسيط وشامل ومعروف ومعلوم من كل ككل المؤسسات الاقتصادية. احنا المؤسسة الاقتصادية طبعا مهمتنا هي أول هدف هو نقص الفاتورات الاستيراد. هي الأعلاف بصفة عامة يجي مستوردة للجزائر، هي هدف الأولى والأكبر هو نقص فاتورات الاستيراد. هل يمكن أن نحقق هذا في ظرف زمني قصير؟ حققنا هذا الشيء إلى يومنا هذا في ظرف عامين ونص. بدأنا نشاطات فلاحية بالجزائر وكشركة طبعا عندنا خبرة كبيرة، ولكن في ميدان فلاحة عندنا عامين ونص، وبالشبان الجزائريين اللي حققنا هذا المشروع. يعني انتم فضلتم قدمتوني كمستثمر تركي، ولكن نحن شركة جزائرية ونعتبر أنفسنا كجزائريين وعمال 100% ما عدا المسؤول التقني اللي هو عنده خبرة منذ 35 سنة في عدة بلدان كأوزبكستان، كازاخستان، روسيا، وأريزونا، أمريكا، ومن غيره الأكيب كامل شبان جزائريين، ونجاح هذا نجاح الجزائر. لهذا المجال الاقتصادي. لماذا اخترتم الاستثمار هنا في الجزائر في هذا المجال في الجانب الفلاحي أيضا؟ صحيح ندرك بأن الجزائر استثمار فيها من ناحية الفلاحية هي أرض خصبة، يعني لأن أرض خصبة لأنه الاستثمار في قطاع الفلاحي قليل جدا في الجزائر، وأنتم اخترتم الجزائر رغم نحن ندرك جيدا بأنه في طيلة السنوات الماضية طيلة 20 سنة صعب أنك تستثمر في الجزائر خاصة في القطاع الفلاحي. ربما هذه السنة مع 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 رئيس عبد المجيد تبون، مع رؤية الرئيس، مع رؤية الحكومة أيضا لقطاع الفلاحي، لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي لاعتباره مورد للجزائر بديل عن الريع النفطي، ما الذي دفعكم لتستثمروا في الجزائر؟ جواب هذا السؤال بسيط جدا سيدي. هي نحن شركة جزائرية وفي ميدان فلاحة الأفق كبير، وميدان الجزائر عندها بوتنسيال خاصة في ميدان الفلاحة بوتنسيال كبير. وما هو الإمكانيات؟ الإمكانيات الإقليمية، إمكانيات الإنسانية، الشبان، والشمس عندنا، الماء متوفر، ولماذا لا نستعمل هذه الأمور؟ والمواد غذائية بالتقريب الإحصائيات ما نعرفش، ولكن مبنية على استيراد، لازم نقص هذه الفاتورة الاستيراد.
وليس فقط النقص فترة قادرين نديروا نستورد إلى خارج ندير قادرين نوصل إلى نجاح تصدير إلى خارج أيضا. وهذا هو بريوريتي الأولوية تاع الاستثمار. أولا نقص فترة الاستيراد ونكتفي حق الاكتفاء ذاتي وبعدها نروح الى تصدير الى خارج ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمنى ايضا. الاستاذ رحمني رشيد مدير مصايف لحلويات وهران حاضر معنا عبر الهاتف. اهلا بك سيدي الكريم. اهلا وشكرا على الاستضافه. اولا هنيئا لولايه وهران اكيد على استثمار ناجح من هذا النوع، ونحن ندرك جيدا بان الرهان كبير الان على قطاع الفلاحي من اجل تحقيق الامن الغذائي من جهه، تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهه، الذهاب الى التصدير من جهه اخرى. كيف يمكن ان تعلقون سيدي الكريم في البدايه على هذا المشروع، مشروع الاعلاف المستخرجه من الشمندر السكري، وكما قال الاستاذ مصطفى كارجا انه تجربه واعده في الجزائر. شكرا. انا بدوري نقول باللي وهران ليس هي يعني ولايه يعني صناعيه فقط، لكن هي ولايه صناعيه وكذلك فلاحيه بامتياز، لما لديها من مؤهلات تزخر بها في تربيه الابقار وكذلك وشان بالنسبه للاعلاف الخضراء وكذلك في اشجار الزيتون. اما اذا تكلمنا على ما يخص هذا الجانب في زراعه الاعلاف، نقول باللي وهران لديها مساحه شاسعه في زراعه الاعلاف، اعلاف متنوعه كالفصة كالبرسيم يعني والمايس وعد الاعلاف الاخرى. وهذه التجربه اللي استثمرها الأخ مصطفى على مستوى المنطقة الصحراوية المنطقة الجنوبية للجزائر، منطقة ورقلة كمحيط فلاحي متخصص في شمندر السكري، اللي كانت يوم دراسي توعوي تحسيسي على مستوى ولاية وهران، اللي من خلالها كانت هناك شروحات واضحة وشروحات لتبيين لإخواننا الفلاحين أن الشمندر السكري أو الشمندر اللي بطرف فراجير ولا اللي بطرف سكريير، يعني الشمندر السكري أو الشمندر العلفي له فوائد كثيرة من حيث الكمية وحيث النوعية. خاصة نقول باللي الشمندر السكري الفائدة الأولى اللي يخلي أنه نسبة السكر تكون نسبة مليحة، اللي تؤدي إلى أنه الحيوان أو البقر يستطيع أن يأكل ويكون هناك زيادة يعني إضرار في كمية الحليب المنتجة من طرف كمية الحليب، زيادة تفوق ما بين 3 إلى 5 لتر يوميا كزيادة مقارنة بالأعلاف الأخرى. إذا من خلاله لابد من تنويع الأعلاف ونقص نوعا ما من الأعلاف المركزة اللي أصبحت في السنوات الماضية كعليقة أساسية، ولا بد من حتى يكون هناك نوعية حليب جيد وكمية زائدة الاعتماد كلي على الأعلاف الخضراء، ولما لا الشمندر السكر اللي نقول باللي القطاع الفلاحي من خلال السيد رئيس الجمهورية اللي أولى وأهمية كبيرة وأزدى تقدير واحترام لجميع الفلاحين خاصة في هذه الجائحة، لكل الأثمان وكل المنتوجات كانت متوفرة ومتوفرة بكمية هائلة، هو الشكر الكبير لإخواننا الفلاحين. كذلك مع يعني الشراكة هذه التركية كما قالها الأخ مصطفى، هي شراكة جزائرية إلا أن رئيسها يكون تركي، هي شراكة تندرج في إطار انقاص فاتورة استيراد الحليب البودرة من الخارج، ولما الاكتفاء الذاتي وتنويع يعني والقضاء نوعا ما، ولما لا يعني تنقص الاتكال على الريع البترولي. إذا هي إن شاء الله نقول باللي ستتحقق يعني يكون هناك شيء 20 سنة بعد سنة يكون الارتكاز على الأعلاف الخضراء والتنوع في صادراته. وشمندر السكري له فوائد عديدة، خاصة لاحظنا عند الفلاحين أنه نوعية الحليب، قبل ما نقول زيادة في كمية الحليب نقول باللي نوعية الحليب بدأت تعرف يعني نوعية مليحة ونوعية جيدة. شكرا. جميل.
أستاذ منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين من الوادي الحاضر معنا في سكايب. سيدي الكريم، أكيد مبادرة من هذا النوع الاستثمار في القطاع الفلاحي، ونحن نعرف جيدا بأن الجزائر خصبة في هذا المجال، أكيد هو استثمار واعد في مختلف المجالات ليس فقط في الأعلاف المستخرجة من السمندر السكري أو من السوجة أو ما إلى ذلك، أليس كذلك أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر مرة أخرى قناة النهار على الاستضافة، ورحب بضيفك الكريم المستثمر زميلنا الجزائري من تركيا على كل حال، استثمر في مجال الشمندر السكري تجربة واعدة بمدينة حسن السعود. مهندسين حقيقة يشتغلوا مع زميلنا الرئيس العام شركة أطلس، نثمن المجهودات تاعهم ومجهوداتهم في الاستثمار في هذا المجال. الشمندر السكري كما تعلمون عنده فوائد كثير، يعني منها استخراج الكحول من الشمندر السكري يستعمل كغذاء للأعلاف، وكما تعلمون كذلك نقدر نستخرج منه، هو زراعة صناعية نستخرج منه السكر. يعني التجربة ما زالت محتشمة في الجزائر، يعني بالرغم أنها تجربة قديمة سابقة، يعني في زمن الستينات ولا السبعينات كانت موجودة عندنا في عند تفلة وفي بعض الولايات خميس مليانة إلى غير ذلك، إلا أنه نثمن يعني عودة هذه كما نقولوا الزراعة الصناعية التي نأمل أن تحظى بكثير من الاهتمام وكثير من الدعم، وتحضر لها كذلك الوسائل اللازمة من عتاد مناسب كما نقولوا للحصاد، وكذلك من مراكز للتحويل إلى غير ذلك. كما تعلمون العلف ناقص اليوم، أنا بصدفة في ولاية القارف على كل حال، وراءكم يعني كثير من المراعي على كل حال راهي مهجورة وغير مستغلة، يعني أراضي بور. نأمل من الوزارة الوصية إعطاء يعني كما يقولوا تعليمات وصارمة من أجل استغلال الأراضي البور، ومن أجل استغلال الأراضي للاستثمار في مجال الأعلاف. كما نعلم أنه عندنا ريبتير وعندنا نقص كثير فادح في الأعلاف، اليوم الأعلاف راهي كما يقولوا كثير تكلف الدولة أموال طائلة وراهي غالية، وفي حين أنه نستطيع أنه كما قلت. نعم، على كل سنعود إليك أستاذ منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين. عود إلى ضيف الكريم أستاذ مصطفى أكارجا مدير شركة أطلس التركية والمستثمر الفلاحي أيضا. كل شيء متوفر سيدي الكريم من أجل إنجاح هذا المشروع وإنجاح مشاريع أخرى استثمارية في قطاع الفلاحة في الجزائر؟ يعني الجزائر كما قلنا قبيلة الإمكانيات متوفرة، من أهم الإمكانيات هي المناخ والماء متوفر ووسعة الجزائر. الجزائر بوسعتها الشمندر السكري يحتاج أيضا إلى ليس فقط الشمندر السكري، وكل مجالات كل المواد أخرى اللي في ميدان الفلاحة. كما نعطيك مثال بلدان آخرين، مثلا هولندا راهي دولة صغيرة ولكن من أكبر مصدرين المواد الفلاحية إلى خارج، وعندهم الإكسبورتاسيون بلك يدخلوا الدوفيز أكثر من ما يدخلها بلدان اللي يصدروا البترول. وكما روسيا وأوكرانيا وكذلك وبرازيل. الجزائر ما عندهاش حاجه ناقصه منهم، الامكانيات كلها متوفره مثلهم هما. ليس ماشي غير نكتفي على انفسنا، نقدروا نديروا الاستيراد الى خارج ايضا. الماء كما قلت لك عندنا الشمس، عندنا الماء متوفر، وعندنا تراب منتج الحمد لله، واهم من كل هؤلاء عندنا الشبان الجزائريين ناشطين الله يبارك. كما قلت لك خلال ظرف عامين ونص احنا العمال تاعنا اللي راهم في ميدان في كاسيتويل في حسن مسعود نقدر نقول 99% كلهم جزائريين وشبان جزائريين، وهذاك بوتنسيال من هذه الجهات. يعني نقدر نقول
نقدر نتحدى جزائر أغنى من أغنى بلدان من ناحية إمكانيات لنشاط الفلاحي. ماذا ينقص؟ ينقص تنظيم كل الإمكانيات، كل المؤهلات، تنظيم أورغانيزاسيون. ماذا ينقص؟ احنا وصلنا نجاح بالأورغانيزاسيون تاعنا وإكيب تاعنا اللي عندهم ديجا خبرة في بلدان آخرين، وعندنا مستر إسحاق اللي هو يشرف المشروع الفلاحي، وعنده تجربة شاسعة في عدة بلدان من أمريكا حتى فيتنام وروسيا. الحمد لله ما ينقصنا ولا حاجة، الحمد لله، إلا تنظيم. وإحنا هذاك التنظيم الحمد لله بفضل الله وبدعم السلطات المحليين والوزارة من ناحية الوزارة تاني. الحمد لله لقينا دائما الإقبال والدعم وتشجيع. جميل. أستاذ، نعود إلى أستاذ منيب أوبير، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين من الوادي، الحاضر معنا عبر سكايب. سيدي الكريم، أكيد نبقى ربما في ذات السياق نقاشي مع الأستاذ مصطفى كارجا. مشاريع استثمارية وبرامج وزارية، ما المطلوب الآن من أجل تطوير شعبة الأعلاف وتطوير الإنتاج الفلاحي بصفة عامة؟ كما تفضلتم سيد الكريم، وكما يعني كان المتحدث قبلي كان يركز على التنظيم، النظام هو أساس يعني النجاح. يعني الحمد لله كان الطاقات البشرية يعني المؤهلين، الكفاءات موجود، المهندسين موجودين، شركات المستثمرين الخواص موجودين، إلا أنه نقول تذليل العراقيل والصعوبات يجب أن تكون بأكثر فعالية وبأكثر صرامة، لأنه لليوم احنا نتكلم على خارطة الطريق في وزارة الفلاحة يعني نثمنها، ولكن ما زلنا فعليا ما انطلقناش في تجسيد يعني مختلف البرامج. أنا نتمنى يعني توسيع رقعة الإنتاج الفلاحي في ميدان شعبة الأعلاف، أنه الآن هو الوقت المناسب يعني للمضي قدما نحو إنجاح هذا الشيء، لأنه تعرفوا كما قلت 80% من الحاجيات الحيوانات والماشية هو أعلاف خضراء، والباقي 20% هو يعني أورج إلى غير ذلك كونسنتري. وهذا احنا عندنا نقص، انا نقول لكم بلي عندنا نقص فادح في هذا المجال. لازم نعطيه كما قلت الفرصه للمستثمرين، لازم نعطيه الفرصه للشباب للمهندسين للاستثمار في هذا المجال، وكذلك تنويع الانتاج العافي الى سورغو الى ليزارن كما قال باسافوان، يعني كل هذه الانواع المختلفه من الاعلاف لازم تطويرها. المسار التقني موجود، البذور موجوده، لكن يعني والماء كما كان يقول زميلي، الماء متوفر، الطاقات متوفره. الان يجب ان نكون عمليين، خطه عمليه لانجاح هذا كما نقولوا الشعبه. نعم استاذ منيب، اكيد كل شيء جاهز من اجل إنجاح عملية الاستثمار في قطاع الفلاحة. كنا نملك كل المؤهلات اللازمة من أجل تحقيق أمن غذائي ونمشي للتصدير أيضا. الطاقات موجودة، الطاقات الشبانية موجودة، المهندسين موجودين كما كنت تتحدث قبل قليل أستاذ، لكن هل نملك ورقة طريق؟ هل الوزارة الوصية تملك ورقة طريق واضحة من أجل النهوض بقطاع الفلاحة؟ ندرك جيدا رؤية رئيس الجمهورية، ندرك جيدا رؤية الحكومة، لكن التجسيد في الميدان، هل نملك ورقة طريق واضحة المعالم من أجل حتى تجسد بالطريقة اللازمة في أرضية الميدان؟ ما نقولكش مش موجود خطة طريق، نعم، ولكن نقول موجود خطة طريق، موجود إرادة حقيقية من طرف يعني الحكومة، من طرف الوزارة، ومن طرف تحت إشراف السيد الرئيس، ولكن نقول يجب تكون فيه صرامة أكثر في تتبع البرامج. فيه عراقيل ما زلت في الموجودة على المستوى المحلي ومستوى الجهوي، كيف أنت مستثمر 1000 هكتار ولا 2000 هكتار ما تعطيهش الكهرباء؟ كيف يعني ما تسمحش برخص حفر الآبار؟ كيف يعني ما توفرش العتاد المناسب من الخارج باش نخدموا به الأرض؟
يعني هذه كلها يعني عوامل للمضي نحو الإنتاج ونحو الاستثمار. يعني نقول فيه يعني خطة طريق يعني موضوعة من سنة 2021 ولا 2020 إلى 2025، وإحنا كنا سباقين لمباركتها، وكان معظم أفكارها كانت يعني حطيناها على طاولة وزارة الفلاحة. نتمنى أن نقول يعني بداية 2021 ترى النور وترى التجسيد الفعلي في الميدان إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمنى. شكرا جزيلا لك أستاذ منيب أوبيري، رئيس اتحاد وطني المهندسين الزراعيين، كنت معنا عبر سكايب وعلى المباشر من الوادي. الأستاذ مصطفى كارجا المدير شركة أطلس التركية ومستشمل الفلاحي يريد أن يضيف على ما قاله أستاذ منيب. المدابية نضيف حاجة على كلمة الأستاذ. في التجربة خلال تجربتنا منذ عامين ونص لاحظنا بعض الصعوبات. طبعا ما نجمش نقول لك زعما كل شيء كي نقول لك كل شيء متوفر معناها ما فيه بعض الصعوبات. طبعا منهم الكهرباء، ربط الكهرباء هو من اهم الصعوبات. هنا احنا عندنا حاليا 1000 هكتار تاع البريمير ايتاب، و 1000 هكتار كمرحله اولى منها 850 هكتار مسقيه، ويحتاج الى الكهرباء. الى يومنا هذا كلها وفرنا كهرباء بامكانياتنا الخاصه بالجروب الكتروجين. vous pouvez imaginer شحال استقامت المازوت، شحال استقامت. ممكن عندنا الكهرباء كنا قادرين نفوتوا المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هو 10000 هكتار، 10000 هكتار من انتاج الحبوبات. كما في المرحله السابقه الحمد لله نجحنا، وفرنا لسي سي ال اس 4000 طن تاع الحبوبات. لو كان عندنا الكهرباء كنا قدرنا نديروا انستالاسيون تاع 10000 هكتار. ولو كان ما كانش عندنا عروق بعض الصعوبات اداريه بين قوسين، هذه بعض الصعوبات الاداريه كنا هذه 4000 طن في 1000 هكتار. يعني كن بدينا تاع 10000 كنا قادرين نوصلوا 40000 طن تاع الحبوبات. وايضا جربنا في ميدان ماشي غير الحبوبات، هي الماده الاساسيه اللي تهتمها الدوله، هي الماده الاساسيه طبعا غنيين عن التعبير هذا. وحققنا كوم اون دوزيام ريكولت بعد الريكولت تاع الحبوبات هي شهر الماي، ابتداء من ماي حتى نوفمبر بدينا نزرعوا مواد اخرين كقطن. تجارب كثيره عندنا يمكن الحمد لله مبني على خبره الاكيب تاعنا. جربنا قطن، تورنسول، والشمندر السكري، والمايس، والقصب السكري، كلها تجارب ناجحه. كما نعطيك مثال من الشمندر السكري، درنا تجارب تاع 27 نوع تاع شمندر سكري، ثلاثة منهم والم التراب والماء والإقليم والمناخ تاع المنطقة. وكما تاع المايس 30 نوع تاع مايس جربناها وخمسه منهم عطانا النجاح. كما تورنسول 6 انواع تاع التورنسول جربناها واثنين منهم عطانا النجاح. القطن جربنا 11 نوع تاع القطن، اربعه منهم عطانا النجاح. وكي نقول لك جربنا في ميدان في التراب زعما باش نشوفوا الادابتاسيون تاع للمناخ، ومن بعد عندنا تجارب مخبريه في الميدان. كما القطن كل انتاج نشوفوا الطول تاع الالياف والبيوضيه تاعه،
وكما التورنوسول نجربوا نسبة الزيت في هذا هو المعايير تاع التجارب في كما إنتاجية في المايس وبولاريتي تاع البولاريتي الرونتابيليتي بولاريتي دو سكر تاع الشمندر السكري كل إنتاج نديروا معايير تاع وهذه هي الزراعة التقنية يعني الزراعة التقنية اللي للإنتاج كامل خصصنا برمجنا نقولوا 90 مليون أورو بور لو بيريمتر بور 11000 هكتار 10 مليون أورو ديجا حققناها وأنا ديجا رياليزي كلها بافيك فون بروبر زعما بإمكانياتنا الخاصة وفي ظرف عامين ونص الحمد لله أتمنى لكم أكيد التوفيق في مختلف مشاريعكم إن شاء الله واستثمارات ناجحة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى كارجا مدير شركة أطلس التركية ومستثمر الفلاحي بالجزائر لكم معنا اليوم وتشريف لنا بالحضور أيضا. شكرا جميعا. أنا نشكر كما نشكر أيضا